مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، لقاء جديد يجمعنا بكم عبر برنامج في الموعد. تحية لكل المشاهدين والتحية لكل المنتمئين لهذا الوطن الكبير والعقول التي تعمل على بناء السودان في هذه المرحلة المهمة. والسودان هذا البلد اللي يجمع كل السحنات وكل اللغات وكل اللهجات وكل العادات والتقاليد يمر بظروف ومحن صعبة جدا، لذلك نجد العديد من المبادرات الطوعية اللي حابة هي الآن تعمل على يعني راحة المواطن السوداني في كافة المجالات خصوصا الصحة، وهي واحدة من الأشياء المهمة جدا في الفترة الجاية. والتركيز على صحة المواطن السوداني بالتأكيد بيعني صحة كل السودان، يعني كل أفراد البيت السوداني أينما كان. سعيدين بالمبادرات الوليدة اللي انطلقت من خلال الفيضانات ومن خلال الكوارث الطبيعية التي حدثت مؤخرا، وعدد كبير جدا من ولايات السودان متضرر بهذه الفيضانات، يمكن مئات الآلاف من البيوت هي انهارت تماما واتمسحت تماما جراء الفيضان، يعني فقدنا عدد أو 100 شخص يمكن يكون فقيد في هذه الكارثة الطبيعية، نسأل لهم الرحمة والمغفرة. واحدة من المبادرات هي مبادرة مهمة، مبادرة أولادك يا بلد. أولادك دي هي ممكن تضم عدد من الأعضاء اللي هم يعملون في الحقل الصحي أو الحقل الطبي، اللي هم حريصين جدا على إنه طالما حدثت فيضانات وكوارث اللي بترتب على كده إنه حتكون في أضرار وأوبئة على جسد المواطن السوداني. برفقة الآن مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة أحد أعضاء هذه المبادرة، دكتور أحمد معاوية وهو طبيب طوارئ. أنا بسعد يعني برحب به من خلال هذه المساحة وسعيدة به عبر هذه الحلقة وعبر هذه المبادرة، مبادرة أولادك يا بلد. وخلينا نتكلم في البداية عن هذه المبادرة وانطلاقتها عبر مجموعة من الشباب. مرحب بك في البداية. في البداية نترحم على أرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة، ونترحم على شهداء الكارثة الطبيعية، وإن شاء الله ربنا يجعل مثواهم الجنة. ومبادرة أولادك يا بلد هي الفكرة بتاعتها انطلقت مع الكارثة الطبيعية اللي هو الفيضانات والسيول اللي ضربت معظم ولايات السودان. إحنا مجموعة من الكوادر الطبية، بالإضافة معانا يعني زي ما تقولي شخصيات من المجتمع، لكن الهيكل الأساسي بيتبني من الكوادر الطبية، في رجال أعمال، في إعلاميين، في فئات مختلفة من فئات المجتمع. الكارثة الطبيعية أكبر، محتاجة جهد أكبر، عشان كده قررنا إنه نسعى في الحاجة دي بهدف انه يعني نقلل الاضرار بتاعتها، لانه عندها اضرار بتترتب عليها بعد الكارثه واثناء الكارثه. صحيح. فدي الفكره اللي قامت بها المبادره. طيب انا داير اشوف الانطلاقه ذاتها بدات كيف، يعني كان هل انتم مجموعه من الشباب مثلا قاعدين على السوشيال ميديا او قاعدين في الفريق بتاعكم او في الحي بتاعكم او في المستشفيات مثلا، يعني الفكره طلعت كيف؟ الفكره طلعت انه احنا اصلا مجموعه يعني زي ما تقولي بنعرف بعض، كوادر طبية من مختبرات طبية، دكتور أنفال معانا، يعني كوادر كمية، مختبرات صيدلة، طب بشري، أسنان، دي كلهم معانا في المبادرة. جاء النقاش كان على مجموعة على جروبات السوشيال ميديا، فمن الناس اقترحت إنه ليه نحن ما نتحرك بجسم وبهيكلة بحيث إنه نقدر نقدم أكثر من إنه الشخص يتحرك فردي، وفي كمية من الأطباء يتحركوا بصورة فردية. الكارثة أكبر من إنه الشخص يتحرك براه، لازم يكون في جهات دعمه، لأنه بتحتاج دراسات، بتحتاج مسح جغرافي للمناطق المتأثرة، تحتاج إحصائيات، دي كلها يعني الفرد ما بيقدر يقوم بها براه. صح، دي كلها مجهودات يعني ممكن نقول عليها تكافلية
وتضافر بين كل الأطباء في هذا الحقل الكبير يعني وفي مختلف التخصصات. يمكن قبل كده إحنا مرينا بظروف صعبة ولسه هي يعني جزء من هذا الظروف الصحية هي مستمر جائحة كورونا، ويمكن كان في إضراب من الأطباء يعني، فيمكن المبادرة دي بتديني إحساس إنه ما كل الناس واحد، ما كل الناس اللي بتعمل في الحقل الصحي والطبي هي واحد يعني. في ناس عندهم فكرة بتاعت إضراب، في ناس عندهم فكرة عن التوقف عن العمل، مع إنه معروف إنه الطب هو مهنة إنسانية من الدرجة الأولى بعيدا عن أي ربح تجاري. فخلينا نقف في المبادرة دي ونتكلم عن التغطية ذات يعني. قبل يعني المبادرة بس في حاجة أنا حابة أوضحها. الطب مهنة إنسانية، بس إحنا عندنا في السودان نقص المعينات بتاعت العمل أدت لإجحاف بعض العلاج. ليه؟ لأنه أنا كطبيب بشتغل، أنا ما خايف على نفسي، لكن كونه أنا أمشي أشتغل من غير وقاية وأجي راجع البيت أنقل المرض لأسرتي ومن أسرتي انتقل، يبقى أنا ساهمت في انتشار المرض. فدي الحاجة اللي كانت غايبة على الشعب السوداني في النقطة دي. ويمكن كان في هجوم على الأطباء في المرحلة بتاعت الكورونا بالذات في المرحلة الأولية. في ناس ما عندهم كورونا، لكن في ناس ما عندهم، لكن أنا كطبيب معرض للكورونا بنسبة 90%. ممكن أنقل للبيش أنقل بيجينا والحالة بيجينا، أنقل للمريض أوكي، وأنقل لأهل البيت وأنقل للمجتمع، أبقى أنا ناقل. طيب إحنا دارين الآن حقيقة، شكرا على المعلومة دي، أنت الآن وضحت على الهواء مباشرة، لأنه في كثير من الناس ممكن تكون ماخدة موقف سالب أو موقف ما إيجابي عن الأطباء. خلينا برضو نجيب عن الوضع الصحي الراهن. إحنا عندنا فيضانات، عندنا سيول مسحت بيوت، ممكن غطت يعني كل أرجاء السودان، يعني الريف الشمالي متضرر، ممكن يعني شرق السودان متضرر، أماكن مختلفة في السودان هي متضررة. خلينا نجيب على الوضع الصحي الراهن الآن، وكيف نبدأ نعمل في تصحيح هذا الوضع؟ طيب الوضع الصحي زيرو للأسف. للأسف وزارة الصحة ما لم تلقى الدعم الشعبي والتكاتف المجتمعي، ما أعتقد إن في إمكانها إنه تقدر تعمل حاجة براها. ليه؟ لأسباب كثيرة. كلنا عارفين إنه انهيار النظام الصحي في السودان قبل الكارثة الطبيعية وقبل الكورونا. أنا بتكلم لأنه أنا اشتغلت في مستشفيات حكومية. صح، وأنت طبيب طوارئ يعني. أنا طبيب بتاع طوارئ أكثر يعني، على دراية بالحاجات الموجودة في الطوارئ بصورة عامة. فالتكاتف هو زي ما بقولوا حبل السلامة بالنسبة للوطن. طيب إحنا دارين نطلع من الوضع الصحي الحرج ده، واحنا بنتوقع انه حتكون امراض الخريف طبعا هي معروفه يعني أكيد، وبتنتشر سريع، ممكن تحدث وفيات مره اخرى جراء هذه الامراض. اكيد عندنا الاسهالات المائيه نتوقع انه تحصل اسهالات مائيه، اللي هي الكوليرا. الكوليرا نتوقع انه تحصل حميات. نتوقع حاليا بدأ تظهر في بعض المناطق الامراض الجلديه نتيجه لاختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الفيضانات. صحيح، فدي امراض بدأت تظهر في بعض المناطق في السودان وداخل ولاية الخرطوم بدأت تظهر برضو. الكلام ده بناء على المسح الأولي اللي اتعمل، عملته المجموعة في إحصائيات معينة ما ولا في ده مسح عام يعني؟ مسح عام لنوعية الأمراض المتوفرة أو الموجودة في المناطق المتضررة، على أساس أنه بعد ذاك الناس تسعى بأنه تخط الخطة لمواجهة الأمراض. وأصلا إحنا عملنا خطة بحيث انه الوقايه من الامراض المتوقعه. طيب احنا طالما في يعني حالات ظهرت، وشيء طبيعي انها هي حتنتشر يعني، لانه احنا ما بنقدر نسيطر على الحركه وعلى التواصل وعلى يعني الناس اللي بتفتش عن مصدر الرزق، الناس اللي هي عايزه تجي للعلاج كده، فبيبقى في انتشار للمرض بصوره كبيره جدا. عشان كده لابد من خطوات سريعه احترازيه للتامين، لتامين المواطن من هذه الامراض. أكيد الخطوات الأولية بتبدأ بالتوعية. التوعية سواء كان عن طريق الإعلام، سواء كان عن طريق السوشيال ميديا، سواء كان عن طريق الصحف. لازم وزارة الصحة والمنظمات، من هنا أنا بناشد وزارة الصحة إنه تقوم بحملة بتاع التوعية. التوعية دور الجميع يعني. أنا واحد من الناس ما بحمل وزارة الصحة، ما بتحامل عليها، لأنه أنا عارف البير وغطاها زي ما بقول. صحيح. فمن هنا انه دورنا كلنا كشخصيات اجتماعيه او كاطباء او ككوادر طبيه
كمنظمات محلية أو منظمات دولية التوعية للمواطن البسيط بكيفية التعامل مع الأمراض أو الوقاية من الأمراض اللي بتجي من الكوارث أو الكارثة بتاعت الفيضان. طيب احنا ما عايزين نعيش نفس التجربه اللي عشناها في جائحه كورونا، يعني ما عايزين الاطباء يضربوا، تكون في حالات حرجه المستشفيات ما تستقبله. بتقول شنو للجهات الرسميه المعنيه بالكادر الطبي وتوفير المعينات؟ ده الدور الاساسي، دور الدوله كلها ممثله في وزاره الصحه انه توفير معينات العمل للكوادر الطبيه. وصراحه يعني ما عشان انا طبيب، لكن أنا عايش الواقع إنه الكوادر الطبية في السودان بتبذل قصارى جهدها. صحيح. في يعني حملات ضد الكوادر الطبية في السوشيال ميديا، لكن ما ننسى إنه الكوادر الطبية كان لها الدور الأساسي في ثورة ديسمبر المجيدة. وجدت تقدير من الشعب السوداني بعد الناس شوية كده زي ما بيقولوا رخوا. تاني رجعت الظواهر السلبية ضد الكوادر الطبية، وإن شاء الله ربنا يعني إن شاء الله ربنا يصحح للبلاد كل الناس اللي هم دائما همهم السودان وبناء الأوطان. ويعني أنا بفتكر إنه المبادرات الطوعية أو بغض النظر عن نوعها هيشنو هي اللي عملت التغيير ده، لأنه المبادرات الطوعية ظهرت في السودان منذ سنون يعني طويلة أو طوال. فخلينا برضو نتكلم عن حاجة مهمة جدا، الناس محتاجة لتوعية كبيرة جدا. احنا برضو محتاجين انه نقدم الدواء، يعني ممكن يكون فيه وقاية مثلا للأمر للكوريلا مثلا، او ممكن يعمل ربع المناعة وكده. كيف الحاجات دي ممكن تتوفر يعني؟ طيب دي واحدة من المشاكل اللي احنا واجهتنا في المبادرة او في المجموعة. حاولنا الاتصال ببعض الشركات بتاعت الأدوية، للأسف ما لقينا استجابة بحجة انه حاليا هم موقفين بيع عشان الدولار. انا من وجهة نظري دي حاجات سياسية او سياسات مؤسسة، لكن الوضع اكبر من انه نساوم بالدولار او نخش عشان صحة المواطن. بالضبط كده. ده كلام جميل. طيب برضو خلينا نتكلم الان المشروعات بتاعت المبادرة، يعني هي وصلت وين؟ وبرضو يعني اي مبادرة تنطلق هي محتاجة لدعم، خصوصا انه احنا في ظروف اقتصاديه صعبه، الدولار طالع الدولار نازل، يعني في رهبه وفي هيبه كده. فمحتاجين برضو، انا عارف انه اكثر المبادرات دي بيكون دعمها ذاتي في البدايه، لكن ما بتستمر لانه ما بيكون في شراكات. صح. نتكلم عن الشراكات ممكن تدعم المبادره. نحن حاليا يعني المبادره حتى الاسم كان اسم شامل، اولادك يا بلد. ما حتى المبادره حاليا هي ما محصوره على الكوادر الطبيه. اي شخص لحق له والانضمام للمبادرة بناء على بنود المبادرة، إنه هي مبادرة اجتماعية فقط بعيدا عن أي تحزبات سياسية أو أي حاجة. نعم. كون الناس تجي تساعد، إحنا بنرحب بأي شخص يمد لنا يد العون ويكون معانا، والهم هم الوطن وهم الجميع. فحاليا نحن عملنا شراكات مع بعض المنظمات في استجابة من بعض المنظمات. على سبيل المثال للحصر، يعني مثلا منظمة الولاء الخيرية حصل منا استجابة ورحبوا بينا. فدي واحدة من الجهات. طيب وفرتوا شنو طالما في استجابة وفي برضو جهود ذاتية من أبناء المبادرة؟ يعني الحاجة ممكن نقول الآن هي توفرت عشان تنفع المواطن كخطوات احترازيه لحدوث اي امراض، وانت قلت في مسح اولي بدل على انه في امراض يعني او في اوبئه. حاليا احنا الخطه بتاعتنا هنستهدف المنطقه الاولى، منطقه الشقيلاب، لانه دي المنطقه اللي حصل فيها المسح الاولي. واحده من الخطط انه حيتعامل فيها مخيمات علاجيه. ممتاز. تشمل جميع التخصصات. احنا الكوادر بتاعتنا في تخصصات مختلفة. يعني في الباطنية، في الجلدية، في كل التخصصات متوفرين. حتى الكوادر المساعدة، المختبرات الطبية، الصيدلة، كلهم مستعدين انهم يقدموا. هنقسم الفرق، هنقسم المجموعة لفرق. في المرحلة الأولية هنشتغل في داخل ولاية الخرطوم، لكن
حيكون عندكم امتداد في الولايات؟ عندنا امتداد في الولايات ان شاء الله، لكن دي بعد ذاك تتوقف حسب الامكانيات وحسب يعني طبعا ما شاء الله يعني الاعلام الحديث وفر حاجات كثيره للناس. المبادره ما تبدا في حته مثلا في خرطوم في شندي في اي حته او اي موقع في السودان، هي ممكن العامل مبادره نظير لها ويكون في تواصل في كونتاكت، يعني دي تكون باديه هنا وديك باديه هناك. أكيد. يعني هي دي بتكون طبعا واحده من الحاجات السريعه لانه الاوبئه هي حتنتشر اذا فعلا ما كان في اهتمام بالمواطن، اذا كان فعلا ما في اهتمام. اكيد اكيد. نحن على اتصال مع زملائنا، يعني عندنا زملائنا في كسلة متواصلين معاهم، فهم ساعيين بنفس العناية لكن ما خدتينا انه يشتغلوا بنفس الاسم بتاع المبادرة. طيب عموما كده هنتكلم على الوقاية من كورونا، الوقاية برضو من أمراض الخريف بصورة كبيرة جدا، وتكون رسالة توعوية لكل المشاهدين اللي بيتابعونا الآن على الهواء مباشرة في الموعد، سواء كان من خلال الاحتكاك سواء كان من خلال التغذية، يعني الواحد برضو تكون الغذاء بتاعه شو في الفترة الجاية خصوصا الأماكن المتضررة. تفاصيل كثيرة نوعي بها المواطن الآن عبر هذه الكبسولة. طيب نبدأ بالكورونا. الشعب السوداني حاليا هو جل المجتمع السوداني بيعتقد أن الكورونا انتهت. الكورونا ما انتهت للأسف، في موجة الناس ما منتبه لها. ما منتبه عليها. والأخطر من كده أنه الموجة الثانية جاية بأعراض بتاع جهاز هضمي آلات بصورة عامة. دي حتصعب علينا المهمة مع أمراض الخريف، صح؟ لأنها حتختلط معها، حتختلط بين، حيكون في لبس بين الكورونا وبين الكوليرا وبين أمراض الخريف بصورة عامة. فمن هنا أنا يعني بدعو جميع الأطباء الزملاء إنهم يأخذوا الحذر ويكونوا دقيقين في التشخيص بالنسبة للحاجات دي. الحاجة الثانية الناس تحاول تأكل خضروات نظيفة، تنقي مياه الشرب بالتسخين. احنا ما عندنا فلاتر في السودان، ما متوفرة بصورة كبيرة، لكن أبسط حاجة، أبسط الطرق اللي احنا ممكن نعمل بها إنه نسخن الموية قبل نشربها على ضوءها، خليها تبرد بعد ذاك نشربها. دي كده احنا بنكون قتلنا معظم الجراثيم الموجودة في المياه في مياه الشرب. بالنسبة للطعام برضو بنحتاج إنه نسخن الطعام. بالنسبة لمكافحة الملاريات والحميات لازم استخدام الناموس، البعد يعني الفضلات بتاعت عدم الاحتكاك المباشر يعني. بالضبط. نعم. فدي كلها طرق للوقاية من الأمراض. يعني دكتور أحمد، يعني أنا سعيدة جدا بهذه الكبسولة وسعيدة جدا بهذه المعلومات وسعيدة جدا بهذه المبادرة، مع تمنيات التوفيق، وبالتأكيد حنسمع عنكم كل الخير شباب السودان شباب العزة. شكرا لك. إن شاء الله. تسلمي، يديك العافية، ومرحب بكم معنا إن شاء الله في المبادرة. نعم. كل مشاهدينا متواصلين معكم من خلال حلقة اليوم من برنامج في الموعد، طلاب الشهادة السودانية تمنيات النجاح والتوفيق، ابقوا معنا من بعد الفاصل. تحايا نوادر لكل المشاهدين وكل متابعين عبر برنامج في الموعد، سعداء جدا بالانضمام مجددا لمتابعة برنامج في الموعد، وحلقة اليوم مخصصة للعمل التطوعي عموما في السودان. قبل الفاصل تحدثنا مشاهدينا الكرام عن الوضع الراهن الصحي والمبادرات الوليدة جراء السيول والفيضانات. بعد الفاصل أتيناكم مباشرة للحديث أيضا لكل الطلاب الممتحنين خصوصا في الأماكن المتضررة بالفيضانات في كل أرجاء السودان، واحدة من المبادرات الوليدة القدرة تعمل على تهيئة الجو النفسي والمعنوي والأكاديمي لطلاب الشهادة السودانية في الأماكن المتضررة. سعيدة جدا بواحدة من هذه المبادرات وعبر ضيوفها محمد أحمد عمر هو عضو هذه المبادرة، وكذلك أرحب بضيفي أبو عاقل أحمد وهو أيضا عضو في هذه المبادرة. أنا برحب بكم في البداية وبقول لكم مساء الخير. مساء النور عليك. خلونا في البداية نتكلم عن فكرة المبادرة وهي بتين بدت والهدف من ناشئها.
تفضل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. المبادره بدت الاربعاء الفاضل في بوست على الفيسبوك. في بوست فقط؟ في بوست فقط ايوه. من احدى الصفحات. فكانت صور بتعبر انه طالب فقد ممتلكاته من كتب ومذكرات بسبب السيول. بالاخر بسبب السيول والفيضانات. فمن هنا نتجت الفكره انه نعمل مبادره بتضم العديد من الشباب. ممتاز. يمكن دي يعني المحريه في شباب السودان وفي اولاد السودان وتضافر كل الجهود. واحنا في الجلسه الرابعه لطلاب الشهاده السودانيه مع تمنيات النجاح والفلاح لكل الطلاب. خلينا نرحب بك ثاني مره ثانيه محمد احمد عمر، وخلينا برضه نتكلم عن هذه المبادره. وانا عرفت ان هي بدات في حتات معينه في ولايه الخرطوم. خلينا نحدد المناطق اللي فعلا فيها شغل حقيقي لهذه المبادره للطلاب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المبادره بدات اللي هي كان الفكره زي ما ذكر يعني ابو علمه، بعد ذاك بدينا نشتغل على بحري والخرطوم اللي هو الخرطوم اللي هي ممكن تقول جنوب الخرطوم يعني تاكل اكلات يعني بالاخص. واشتغلنا في مدرمان في الشقله تمام. في الخرطوم اشتغلنا في الشجره واشتغلنا في القبه واشتغلنا في الشقله. الحتات الثلاثه دي اللي هي كان يعني توفرت لنا مذكرات وكتب، جات جزء تبرعات وجزء يعني دعمتنا اللي هي شركة مروج برضو يعني كان ساهمت معنا في الحاجة دي ووفرت لنا برضو يعني عربية إنه نوصل الحاجات دي للطلبة يعني. فكان يهم مذكرات وكتب وكان أقلام حاجات زي دي يعني. ثاني جينا في بحري كان يعني تعاون برضو مع المركز السودان للتوحد، تعاوننا معهم في إن هم استضافوا طلبة، فنحن برضو قمنا ساهمنا معهم بإنه ودينا لهم كتب ومذكرات. في الشقلة برضو في يعني شباب معنا متطوعين بنتين يعني، واحدة اسمها ملاز اللي هي رزان عفوا، هم مشوا المخيم وشافوا الطلبة يعني المحتاجين واختارونا، وفرنا لهم منه وشال لهم مواد برضو يعني عينية، ووفرنا لهم الكتب ووصلوها لهم. وبرضو كنا يعني في البداية كان انه عايزين نعمل لهم مقر ثابت على اساس انه يكونوا كلهم في حته واحده ونكون في شغل مكثف. فكانت الطريقه دي صعبه شويه على اساس انه هم كلهم متفرقين ومناطقهم بعيده ومراكز، هيكون في اثر على انه يتاخروا على الامتحان او كده. فبقى الافضل انه يكون اقرب حته للمخيم. ففي ناس تبرعوا بانه يعني يسكنون في بيوت وفي بيوتهم انه يدرسوا فيها على اساس انه يكون مركز للمذاكره بتاعتهم. فبقينا نوصل لهم في المركز اللي هو يتحدد يعني جنب المخيم قريب لهم انه يذاكروا يقعدوا مدتهم، بعد ذاك بيرجعوا المخيمات ثاني يوم يطلعون في الامتحان. فكانت دي الفكره، دي الطريقه الامثل يعني انه عشان تغطوا عدد من الاماكن المتضرره. خلينا يعني ابو عقل نتكلم عن الناس المتضررين ونفسيه الطالب. يعني احنا عارفين انه الشهاده السودانيه اتاجلت كم مره يعني نسبه لظروف جائحه كورونا، ظروف البلاد في حد ذاتها في تحدي كبير جدا، لانه الطالب فعلا هو يعني ما طالع يعني معنويات 100%. كيف تتعاملوا مع الطلاب ده كيف؟ فاولا وصلتني رساله على الواتساب من ام لطالب كان قصدها انها تتبرع برضه بكتب ومذكرات فائده للمبادره. فبعد ما خلصت من كلامها قالت انه أنا بنتي ممتحنة وبكتبها ومذكراتها ومهيئ لها البيئة، برضه نفسياتها سيئة جدا. الحالة إنه ما عندها ضرر. أيوه. فليه فما بالك الناس المتضررين. الطلاب المتضررين. ده شعور جميل جدا من أم طالبة يعني. أيوه. فيمكن الأمثلة كثيرة يعني الحالات كثيرة، فأنا بفتكر إنه البوس ده هو قدر يحدد أو يعني يخدم غرض معين. وإحنا في أيام الشهادة السودانية للطلبة الممتحنين، أنا بقول إنه أي شخص يعني في ناس بيكون غايبة عليهم معلومة يعني بسيطة، إنك أنت ممكن تكون عندك مذكرات وكتب لكن غابت عليك الفكرة يعني وما قصدك،
لكن من خلال المبادرات الوليده زي دي احنا بنقدم يعني دعم كبير جدا لطلاب الشهاده السودانيه، لانهم هم سند هذه البلاد، هم عزوه هذه البلاد، هم شباب المستقبل اللي احنا حنستند عليهم في مقبل السنين والايام. خلينا برضو عبرك محمد احمد نتكلم عن التمويل يعني وعن الشركاء وكيف قدرتوا برضو، لانه الحاجه دي برضو انا عارف انه بيكون فيها مجهود ذاتي، لكن لابد من وجود التمويل ولابد من وجود الشركاء في هذه المبادرات. صح لانه حاجه ما بتستحمل الزمن بتاع ضيق جدا. اي صح يعني بنفس الطريق يعني مواصله لكلامك انه احنا يعني بدينا بعد ما بدينا لقينا انه في مبادرات برضو شايته في نفس يعني في مبادره توصلني في وصلني بتوصل الطالب كانت نعم. اي عربات ركشات برضو في مبادره ثانيه اسمها كان كلنا ممتحن برضو يعني برضو اشتغلنا معاهم تلاحمنا اشتغلنا معاهم في نفس الشغل اشتغلنا معاهم في مبادرات يعني كثيره لقيتنا انه سهلت لنا اساس انه هي وفرت لنا جهد في انه نمشي نحصر الطلبه تواصلنا معهم ادونا الحصر بتاعه. وفي مثلا الشركات زي شركه مروج قلت عليكي دي وفرت لنا يعني كتب ومذكرات وكده واقلام وصلناها ودتنا برضو يعني عربيه انه نوصل بها الحاجات دي وفرتها لنا. طيب في يعني الدعم المادي تفضل الدعم المادي تجي تبرعات كان عبر الحساب تبع بنك الخرطوم اللي هي بتاع دكتور النهل النقد من المبادره، وكان في يعني برضو من ناس يعني ممكن يتصلوا عليك يقول لك انه تعال استلم مننا او كده. يعني في النهايه الدعم ما منتجي من جهه واحده او ما في جهه تبنت الحكايه كلها، لكن يعني كلها مجهودات خاصه وفرديه وفي ناس بتتبرع يعني. طيب يعني انا دا اتكلم عن المجهودات الرسميه، يعني ما لقيتوا لي يعني مجهودات رسميه من خلال الوزاره الوزارات المختلفه ممكن الحكوميه ممكن تدعم الطالب؟ والله احنا يعني تواصلنا معهم، فهم كان بعد ما تواصلنا معهم قال لنا انه هم بدوا في الحاجه دي وعملوا مخيمات يعني فعليه، فما يعني بعد ذاك ما كان ثاني في بعد الكلام ده يعني ما تواصلوا معنا في شيء ثاني. ما جاكم رد يعني؟ ما جانا رد يعني هم في البدايه قالوا لنا انه احنا عملنا، لكن يعني بعد ذاك احنا ما شفنا الحاجه دي يعني مشينا احنا مشينا المخيمات بذات نفسنا يعني فما ما شفنا يعني ان هم اشتغلوا على حاجه معينه. حتى يعني كان في في المخيم اللي كان في شجره جات كان تعاون مع وزاره التربيه والتعليم جات يونيسيف كان طبع مذكرات شامله لكل المواد فيها امتحانات وكده وزعاها يعني في المخيم بالذات. بعد ذاك يعني ما اعرف هل انه هم وصلوا باقي المخيمات او لا، لكن على حسب انه نحن بنصل اي مخيم فلما مشينا اختارونا بان هم جو ودوهم يعني ادوهم مذكرات وكده. لكن ما اعرف يعني ثاني هل انه باقي المخيمات او غطوا كل الخرطوم ولا لا. طيب حامشي لابو عقله وحاساله عن يعني كيف بتقدر تعرفوا الحالات المتضرره، يعني ما الحاجه دي ما هي مجرد بوست بس، يعني انت لازم تحصر ولازم يكون في تواصل مع ناس معينين عشان تعرفوا منو محتاج هي ولو جو. بالضبط كده. نعم. ف واجهنا صعوبه صراحه في التعرف. ايوه نحصر الطلاب اللي تضرروا فنزلنا بوستات بتاعت حوجه. ثاني تواصلنا مع منظمه او مبادره نفير. تواصلنا مع الاستاذ محمد المعتز اللي هو العلاقات الخارجيه في مبادره نفير. فهو قال ما حصروا العدد بتاع الطلاب. ايوه فوصلنا بوست من مبادره اسمها كلنا ممتحن. اتصلت علي الاستاذه وفاء قالت انه عندهم حصر للطلاب في شجره. فتواصلنا معهم وجو اخذوا كل المعلومات والحاجات اللي جمعنا من كتب ومذكرات الى الاخر. انا بفتكر انه دي برا شراكه، يعني ما شرط تكون في شراكه. أيوة يعني او دعم كده من خلال الدعومات الماديه، لما تكون في تواصل بين المبادرات في ذات الموضوع في ذات الهدف دي يعني اعظم شراكه ممكن تقدم للطالب خدمه كبيره جدا. اذا قلنا تقريبا كده ابو عقله في عدد للمتضررين، انتم حاصرين العدد ده ولا هو حاجه؟ لا صراحه بس نسبه لانه الفكره جات في زمن ضيق. الفكره كانت الاربع والامتحانات الاحد، فالمساحه كانت ضيقه صراحه. ما حصرتوا الاعداد؟ ما حصرنا الاعداد. ايوه لكن تقدروا تحصروا المساعدات. ايوه بالضبط كده. بالضبط كده. فبالرغم من انه المساحه ضيقه بس يعني المبادره اخذت استقبال كبير جدا.
صحيح، تعمل خير كبير يعني. بالضبط كده، من كتب ومذكرات ومساهمات مادية. طيب يعني أنا حمشي لمحمد أحمد، وفي ناس مش فقط يعني معنوياتهم كانت متأثرة، في ناس فقدوا بيوتهم تماما يعني، ولجأوا لأماكن أخرى غير بيوتهم، وفي ما عنده القدرة ذاته إنه يأجر بيت لأولاده الممتحنين، ديل توفرت لهم أماكن عشان يقعدوا مع بعض في شكل داخلية، في شكل معسكر أو غيره، عبر المبادرة. عبر المبادرة نحن كنا بنستغل في الشريحة دي بالخص يعني، شريحة ذاتها لما نحن عملنا المبادرة كان عملنا مخصص للناس اللي أصلا يضرروا من الفيضانات والسيول، يعني اللي يصل بيوتهم وقعت وكده. حتى نحن لما نمشي المخيم فبكون في ناس أصلا يعني قاعدين في المخيمات، يعني هم ما جايين من المنطقة يعني، أو من البيوت اللي قاعدة في المنطقة، لا هم بيجوا من المخيم بيقعدوا بياخدوا حصصا، يعني أصلا ده دليل على إنه هم أصلا شنو فقدوا المأوى بتاعهم. يعني ممكن يكون ما عندهم كهرباء، ما عندهم حتى ايواء مكاني، ما عندهم. حتى انا كنت بتكلم مع شباب يعني قعدت معاهم الطلبه دي ذاتهم، بيقولوا انهم بالليل يعني بيحاولوا انه عشان يقدروا يستثمروا في زمانهم بيقروا بيرات بفلاشات تليفونات بفطاطير يعني الشحن او استعادة عن الكهرباء. فما ما في يعني في المخيمات ما في كهرباء يعني. صحيح. حتى يعني احنا كان يعني في اعداد تغريبيه يعني للطلبه، يعني كان في حكايه بتاع 17 طالب في الشجره، في زي 20 طالب كانوا في القبة، مش القبة، في شقلاب. في القبة كانوا حكاية 100 طالب، في الشقلة حكاية بتاعت من 20 إلى 30 طالب كده يعني. لكن يعني ما في حصر كده يعني شامل لكل الطلبة اللي هم مدربين في كل الولاية، بس حتى ده حسب المناطق اللي احنا مشيناها او المخيمات اللي احنا مشيناها. تمام. دي حي الحيه على قدر شوفكم للضرر. أيوة يعني للضرر. أيوة. في ضرر ثاني اكبر يعني، لا الضرر الكبير ده في يعني في الناس اللي اصلا يعني في ناس حاليا في قاعدين في بيوتهم وما طلعوا من ما مش المخيمات يعني، بيحاولوا ان هم يعني ما يطلعوا من بيتهم على اساس انه بس يعني يسدوا المويه وما تخش البيت. حتى في ناس بيغرفوا من البيت بيطلعوا المويه برا، وفي ناس بيحفروا جوا بيوتهم اساسا انه يطلعوا تراب لانه ما بكون في تراب، يكبوه في الشوالات اساسا انه يقفلوا بيه. صح. عرفتي؟ فيعني هم في ناس مشددين لدرجه انه هم يعني ما بيطلعوا من البيت نهائي. حتى في ناس مرات يعني الناس بتجي عشان تقنعهم انه يطلعوا، فهم يعني مسافه ما يطلعوا بيكون انه البيت وقع وكده، ما بيشيلوا معهم اي شيء يعني، بيطلعوا بدون اي حاجه. صح. ما هو طبعا الواحد بيكون يعني بيتك ده بيت الامان والاستقرار والذكريات وحبك لبيتك يعني. صح. فدي تفاصيل كثيره من الصعب على الانسان انه يتنازل عنها، لكن في النهايه ظروف الحياه وظروف الكوارث الطبيعيه اللي بتحدث سواء كان عبر السيول والفيضانات والجوائح المختلفه اللي ممكن تعم اي بلد في اي مكان. حتكلم مره ثانيه عن يعني الطالب السوداني الممتحن، طالب الشهاده السودانيه اللي توفرت له خيم ممكن تكون عبر المبادره، كتب، كراسات، مذكرات، ممكن تكون حتى المقلمة أو الحقيبة المدرسية. لكن في حاجة تانية مهمة جدا يعني، الطلاب دول محتاجين لوجبات يعني، في زول ساعدكم في الحاجة دي ولا أنتم اكتفيتوا فقط بأنه توفروا المكان اللي ممكن يقروا فيه مع يعني الحاجات المذكرات والكتب وكده؟ لا نحن اكتفينا بس أنه نوصل لهم الكتب والمذكرات كده. ما في زول بادر بأنه طالما الطالب ده هو ماشي الامتحان او قاعد في حته بيدرس بعيده عن بيته ممكن يوفر له وجبه بعد ذاك المجهود ذاته يعني؟ يعني عندك اضافه؟ انا عندي اضافه في الموضوع ده. عفوا. تفضل. احنا يعني بعد ما اكتفينا زي ما قال انه كفينا حوجه الكتب، فكان في تبرعات في قروش زايده يعني حوجتنا، فبيجينا انه لما نكون ماشيين المعسكر الفلاني اللي هو فيه الطلبه، فبنقوم مثلا بنشيل مثلا يعني عصاير، نشيل كيك، نشيل حاجات زي دي على اساس انه نوديها لهم يسندوا بها حالا يعني، لانه هم بيكونوا على حسب يعني حسب نحن المخيم كنا بنمشي طوال يعني باستمرار، بنكونوا قاعدين من يعني بعد ما يجي من الامتحان لحد مثلا الساعه 8 9 بالليل، ففتره طويله، فتره بتاعت 10 12 ساعه، فالفتره دي لازم يلقوا لهم حاجه على الاقل، لو ما كانت وجبه دسمه يعني تغطي يعني تكفي جوعهم، لكن حاجه تسندهم على اساس انه هم يقدروا يركزوا يعني. كنا بنركز دائما على انه نشيل لهم حاجات سكريات، ويعني في سكريات مرات تجي في حاجات ثانيه بتجي يعني، غير ان احنا في ناس بيجيبوا، لكن في ناس بيقدموا يعني، احنا كنا بنودي يعني مثلا عصائر، كيك، بقيت حاجات زي دي يعني. طيب يعني الخيم دي هي يعني لابد منها تكون قريبه برضه من المراكز يعني، في حته دائما وصل يعني، مثلا انتم اذا مسكتوا الكلاكلا او الشقيلاب او الحتات المتضرره المعروف انه فيها كان ضرر كبير جدا. كنتوا حريصين انه الحياه دي تكون قريبه من مراكز الامتحانات عشان الناس برضه تقدر تتواصل ايام الامتحانات بسهوله، المشي والجاي يكون سهل. انا مع جبال كان قلت لك انه
احنا كنا دايرين يعني حسب في اللفه ذاته، حتى في اللفه يعني بالضبط الكلاك اللفه، كان دايرين نعمل مركز انه نلم الناس الكلاكلات كلهم على اساس انه يقعدوا في المركز ده. تمام. بعد ذاك بقى الموضوع شنو، انه صعب انه هم تجيبهم كلهم لانه مراكز مختلفه. يعني تلقى انه ناس الشيلاب عندهم مركز هناك قريب لهم امتحنوا فيهم، ناس القبه كده، ناس الشجره مركزهم براهم. فبقى لما تعمل انه يعني يتعمل سنتر جنب المحيط بتاع المخيم افضل، لانه من هنا يعني هيكسب انه هيصل بدري للامتحان بتاعه، لما يجي راجع هيجي بدري برضه، هيجي انه في زمن ما حيضيع زمن. حتى نحن كان في بعدين يعني الاهالي بيكونوا مطمئنين على اولادهم. ايوه يعني الاهل زادوا ممكن يجوا يعني كل مره يجوا يشوفوهم ويرجعوا، زائد انه يعني حاولنا نوفر برضه سبل التوصيل. يعني اذا مثلا ما توفرت عربيه توصلهم، ممكن ندفع لزول ناجر لهم عربيه توصلهم وتجيبهم من الامتحان. ده عمل كبير وعمل مهم جدا. يعني برضه انا خلينا اتكلم عن انه الطلاب هم طبعا الاناث والذكور، يعني الاولاد والبنات. فالبنات برضه هم تضرروا، زي يعني ما هي الاسره دي اسره واحده، كيف برضه يعني البنات لانهم شويه كده ظروفهم بتكون اصعب، طلعاتهم بتكون اصعب، كيف بيكون في اطمئنان من الاهالي وكيف بيكون في تجاوب من الاهالي في انه البنات برضه يمشوا يقعدوا في المعسكرات وفي المخيمات؟ بيكون في اطمئنان عبر التحفيز او تيم المحفز. درد علينا تيم محفز جاهز، كل الجاهزيه من استاذ محمود الامين العام لمنظمه السما، في نفس الوقت موظف في البنك السعودي السوداني. فهو كان اتصل علينا وشكرنا على المبادرة، وقال انه ليه الجاهزية انه يبعث لنا الفريق المحفز بالنسبة للطلاب او اولياء الامور. يعني تكلم معهم عن انه ما يخاف على اولاده ما وكده، يعني لانه زمن صعب. يعني أيوة، هم لسه انا بفتكر انهم صغار في العمر يعني، ودي بتكون تجارب بالنسبة لهم جديدة يعني. بالضبط كده. والله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. يعني ده عمل كبير جدا، عمل مهم جدا، جاء في وقته صراحه. يعني يعني لو ما كان ظهرت المبادرات المختلفه لطلاب الشهاده السودانيه، انا بفتكر انه كان حتكون في كارثه كبيره جدا بالنسبه للطالب السوداني اللي احنا هنعتمد عليه في حاجات كثيره وفي تفاصيل كثيره، وكنا دائما مؤملين انه هو يعبر هذه المرحله بامان. بالتاكيد هيعديها بامان وبنجاح وبفلاح. يمكن احنا بنلملم حوارنا كده نقدم رساله لكل الشباب ولكل فئات المجتمع السوداني في خدمه بعضنا وفي تعاضدنا وفي احساسنا بغيرنا. في ناس عندهم امكانيات انهم يساعدوا لكن ما عندهم افكار، احنا كيف ندعم الافكار؟ يعني يا سيدي حسب كلامي يعني انه يعني هتلقي في ناس كثيره يعني بتكون بس عايزه انه زول يحمسها انه يديها دفعه انه تعمل. يعني هسه حتى المبادرة دي قامت، في غيرنا كتير قام، لكن الفكرة لما تلقى قبول من الناس بتتطور. لكن بتلقى في ناس يعني عرضوا أفكار وكده، لكن يعني ما في زول استجاب لها، تلقى إنه الفكرة يعني بقت عايمة أو بقت ما واضحة للناس أو ما اتعملت يعني. وحتى يعني بجبال بنت سألت إنه الطلبة ذاته لما هم بالاخص البنات يعني انه اهلهم ذاته لما مثلا احنا كنا بنعمل شنو؟ نتواصل مع اولياء الامور. يعني مثلا والله يا اخي نحن كده كده يعني دايرين مثلا الطلبه بتاعتكم ديل يجوا كده، فبقول لهم خلاص ورحبوا الفكره. تمام؟ فبيجوا هم ذاتهم بيوصلوهم بيطمئنوا على الوضع وبيشوفوا الحاجة وبيرجعوا. ثاني لما نجوا ماشيين ممكن يجي يشيلوهم او ممكن هم يمشوا براهم، حسب ما نحن ذاتنا نطلع الطالبات من المركز قبل الطلبه. نعم. ده كلام جميل، بالتوفيق لكم وبالتوفيق لطلاب الشهادة السودانية. سعدت بكم جدا وبهذه المبادرة، وأنا بفتكر إنها هي حتكون انطلاقة لمبادرات أخرى آتية. يعني إحنا فقط ما هنجيب في طلاب الشهادة السودانية، السودان محتاج لكثير، محتاج لدعم الشباب ووقوف الشباب عشان نبنيه وعشان نغيره بالطريقة اللي حبيها الشباب، شباب الثورة السودانية. شكرا لوجودكم معنا محمد أحمد عمر وابو عاقله احمد على يعني على تلبيه الحضور وعلى هذه المبادره. شكرا لكم، شكرا جزيلا. شكرا لكم. كل مشاهدينا تواصلوا معنا من خلال هذه الحلقه. دائما السودان في حدقات العيون، دائما تضافرنا مع بعض لتنميه مجتمعاتنا المختلفه، خصوصا في اماكن النزاعات والحروب. دي من اهم الاشياء اللي ممكن نقدمها للمواطن السوداني، خصوصا في هذه الكوارث الطبيعيه التي حدثت في الايام الفائته جراء السيول والفيضانات. تمنيات التوفيق لطلاب الشهاده السودانيه، والتحيه للمعلم اللي هو دائما بيؤدي رسالته بكل فناء.
علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشي أنفسا وعقولا. شكرا للمتابعة وتحيات فريق العمل وفي أمان الله. حبني طيب كل يوم يخضر عودي زي نضارة، حبني طيب كل يوم يخضر عودي وابقى زول ليه قيمة، وابقى زول ليه قيمة. أو حنان جوا الملاجي أبقى دار لكل لاجي أو حنان جوا الملاجي أبقى للأطفال حكاية حلوة من ضمن الأحاجي بها يتهنوا وينوموا واحرسهم طول ليل ساجي بلقى في راحة نفوسهم بسمتي وطول ابتهاجي وابقى زولا ليه قيمة وابقى زولا ليه قيمة. النفوس لكل مناضل أشقى والقى رب بهجى النفوس لكل مناضل وابقى للمعتل علاج وابقى للفلاح سنابل للعلاج وابقى للفلاح سنابل وابقى للثوار سلاحي أعتى من قص القنابل وابقى للكاتح الملوح كل حق موفور عادل وابقى زولا ليه قيمة لو أعيش في عمر نسمة مع الأيام سحابة أحصل الدنيا بسمة أروي وادي واستغابة لو أعيش بعمر نسمة أو مع الأيام سحابة أحصل الدنيا بسمة أروي وادي What's your